السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الفاضل، كيف حالك؟ الحمد لله بخير، سلمك الله من كل شر وعافاك. ولك. نريد أن نسألك ما تفسير آية وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون؟ مفاده أن الاستغفار يدفع الله به العذاب، لكن الآية نزلت حين قال أبو جهل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، فكيف يكون استغفار الكفار؟ ما هو الكفار كانوا يستغفرون أيضا، كانوا يستغفرون. كيف كان استغفارهم؟ رب اغفر لي، يقولون كده عادي. الكفار يستغفرون؟ أي ما هو ربنا قال كده، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هكذا تفسير الآية؟ على ظاهرها، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. جزاك الله خير شيخنا، بارك الله فيك.